على الهواء مباشرة من المطار الأميري وصول هذا الطائر الميمون لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أول المعزين من القادة والرؤساء الذين جاءوا إلى الكويت وتوافدوا من أجل تقديم واجب العزاء، وسوف يكون في استقبالهم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. كما نشاهد مع السادة المشاهدين دكتور عاي دكتور يوسف، وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وسيكون باستقباله سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتقديم واجب العزاء في المطار الأميري. لا شك بأن مثل هذه الزيارات في مثل هذا المصاب الجلل وهذه المناسبة الحزينة على الأمة العربية والإسلامية، وهذه الزيارات التي تأتي من القادة ومن الأشقاء، لا شك بأنها تعزز أيضا جانب اللحمة وتخفف من هذا المصاب الجلل وانعكاساته على أسرة آل الصباح أولا وعلى الشعب الكويتي ثانيا وحتى على المقيمين في دولة الكويت. دكتور يوسف. نعم، الحقيقة ما في شك أن مثل هذه الزيارات وهذا التواصل وهذا الحرص الحقيقة الكبير اللي نشوفه اليوم بكل فئات الشعب، والحقيقة كذلك الوافدين اللي عبروا فعلا عن مشاعرهم بهذا اليوم وهذا المصاب الجلل، وشفنا الحقيقة يعني اليوم تتوافد الوفود، أولها حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد رئيس دولة قطر الحقيقة، والوفد وعلى رأس وفد له وعلى نعم. رأس وفد رفيع المستوى كذلك. طبعا أيضا ستأتي وفود كثيرة ومشاركة خليجية وعربية، الكل اليوم الحقيقة يأتي لهذا التواصل ولتخفيف يعني المعاناة والحالة النفسية فيما يتعلق بهذا المصاب، وأيضا تأكيد على الروح الإيجابية وما يعني يشعر به هؤلاء من يعني محبة وتقدير للكويت ولحاكم الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، وما ترك من طباعة في نفوس الناس، يعني يأتون رؤساء دول بشكل مباشر ويقومون بهذا الواجب، إنما هو دليل على يعني ما لسمو الأمير الراحل من يعني مكانة كبيرة في نفوس الناس الآخرين، والتي نرى مشاهدها اليوم في هذه المشاركة الشعبية والخليجية والدولية والعربية في المشاركة الكويت في هذا المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الراحل. دكتور عايد، اليوم يعني هذه المشاركات ستأتي باختلاف أنواعها، بزيارات رسمية، ببعث برقيات، أو حتى الوصول بعد غد لتقديم أو غد لتقديم واجب العزاء. هذه تعكس أيضا بالإضافة إلى اللحمة الأخوية الخليجية والعربية أيضا والإسلامية، أيضا تجعل من باب المودة والتعاون أيضا ما بين الدول، بحيث تكون لدولة الكويت أيضا مكانتها في كيفية رد الجميل لدولة الكويت. الكويت اليوم لا يوجد، يعني لا أريد أن أكون يعني جازما، ولكن لا توجد اليوم بقعة في دول العالم العربية والإسلامية وحتى الغير إسلامية إلا ولدولة الكويت بصمة، إن كانت نتيجة لكارثة طبيعية، لإغاثة، لفيضانات. لذلك سموه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان يحرص دائما على مثل هذه المساعدات وبإرسال الإغاثات عبر الجسر الجوي اللامنقطع. يعني أنا أعتقد يكفينا أن نشير إلى آخر الأحداث غزة، يعني كم رحلة جوية لسلاح الجو الكويتي، يمكن ما عاد نقدر حتى نعدهم، يمكن الآن تعدوا 50 رحلة
لتقديم العون الإغاثي للأهل في غزة من دواء ومن غذاء وإلى آخره. هذا طبعا غير الدعم المادي الذي يقدم قدر المستطاع وكيفية الوصول. هذه الحقيقة يعني الآن في اليمن مثلا على اختلاف الجهات المتصارعة في اليمن، لأنه لا طرف منهم ينكر أن الكويت للطرفين إطلاق، كل الطرفين المتصارعين كل يقول لا عند الكويت أوقف الحقيقة. صاحبة أيادي بيضاء، الكويت بنت الجامعات، بنت المدارس، بنت المستوصفات والمصحات، عملت كل ما تستطيع. وعلى فكرة يعني حتى يعني من بداية الستينيات، من يعني ثورة سبتمبر 1962 في الشمال، وأيضا ثورة في الجنوب في 67 واستقلال الجنوب، قبلها كل كانت الكويت الحقيقة الداعم الأكبر، وكانت هيئة الجنوب العربي موجودة للمساعدة، كان يرأسها المرحوم أحمد السقاف. كل هذا الحقيقة من أجل المساعدة. الخليج، كل دول الخليج أيامها، يمكن حتى قبل يعني الثورة النفطية التي حصلت، يعني الحقيقة الكويت اعتنت بهم كأهل وأشقاء، يعني كأنهم امتداد للكويت للأمانة في هذا الجانب. يعني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهذه الكلمات وكأنه يشد على عضد أخيه الأكبر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، وهذه اللحمة التي تعودناها دائما وأبدا ما بين الأشقاء، جاء ليقدم واجب العزاء ورحل الآن وترك كلمات لا شك بأنها ستخفف من هذا المصاب الجلل دكتور يوسف على أسرة آل الصباح، وبأخصها على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والمسؤولية الملقاة على عاتقه في حمل راية دولة الكويت وشعب الكويت من بعد أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. دكتور يوسف، طبعا ما في شك الحقيقة مشاهدنا في تصوير الحقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحقيقة وحضوره لدولة الكويت كأول الواصلين والمشاركين لتقديم واجب العزاء في سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر إلى سمو أمير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر، يمكن شفنا الحقيقة يعني كيف كان يعني يمسك بعضد الشيخ مشعل، وكيف كان يتكلم بالكلمات ويعني يقبل رأس سمو الأمير الحقيقة كوالد له.